صباح كله سعادة وتفاؤل وأمل على حضراتكم، لسه مكملين معاكم فقراتنا وحواراتنا المتنوعة في هذا الصباح. وصلنا دلوقتي للفقرة الحوارية الأخيرة مع حضراتكم. مفيش شك مشاهدينا إن من ضمن المشروعات القومية الكبرى اللي بتقوم بيها الدولة وأهم المبادرات خلينا نقول في الفترة الأخيرة هي كانت مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة بتستهدف تطوير قرى ومدن ومحافظات الريف المصري. طبعا المبادرة دي مبادرة مهمة جدا، بتشمل كل أشكال التطوير، من بنية تحتية، من تنمية اقتصادية، من مشروعات صغيرة ودعم المشروعات الصغيرة علشان نقلل نسبة الهجرة للمدن، كمان بالتالي بنشغل أكتر فرص عمل وبالتالي بنقلل من حجم البطالة. مش بس كده، دلوقتي النقطة اللي هنركز عليها في حوارنا هو فكرة ضخ الدولة ل1.5 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات تحديدا في قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. هو ده المحور الأساسي اللي هنناقشه مع حضراتكم في فقرتنا الحوارية دي بصحبة ضيفي الكريم الأستاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير حنان، صباح الخير على المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. اسمح لنا مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام نخرج علشان نشوف مع حضراتكم تقرير في مزيد من التفاصيل عن فقرتنا الحوارية دي ونرجع على طول نبدأ النقاش. انطلاقا من الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، يأتي تخصيص المبادرة 1.5 مليار لتطوير خدمات الاتصالات في القرى بالمحافظات المختلفة ولتحسين الخدمات. من المقرر تزويد عدد كبير من القرى بخدمة الجيل الرابع، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الاتصالات. وتتضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تطوير 1443 تجمعا ريفيا ب20 محافظة يتضمن 51 مركزا، وتضمنت ضخ 150 مليار جنيه ليستفيد منها 18 مليون مواطن، بجانب تطوير البنية التحتية وتخفيف معدلات الفقر وإقامة مناطق صناعية لتعزيز المشروعات الصغيرة. وتسعى مبادرة حياة كريمة إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين في المدن والقرى بمختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد وسيناء والوادي الجديد. وتعد مبادرة حياة كريمة أكبر وأعظم مشروع تنموي في تاريخ مصر والأكبر في العالم أجمع، لأنها تمس حياة نحو 60 مليون مواطن هم نصف سكان مصر، وتستهدف تغيير كافة مناحي الحياة للمقيمين في أكثر من 4500 قرية في جميع محافظات الجمهورية. فهي أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه. ولعظم هذه المبادرة أدرجتها الأمم المتحدة بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة، مما يؤكد على نجاح الدولة وجهودها لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري. زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير، تطوير كامل لقطاع الاتصالات في قرى الريف المصري وتزويده بخدمات الجيل الرابع. يعني خلينا نقول ان عنوان المرحلة السابقة في قرى ومحافظات مصر كانت العزلة وكانت التهميش، لكن دلوقتي مصر بتشهد مرحلة جديدة من التطوير في كل شيء، وتحديدا الاهتمام بالريف المصري زي ما بنشوف في مبادرة حياة كريمة. اسمحوا لي ارحب بضيفي مرة تانية واللي بيشاركنا بالحوار على الهواء مباشرة، الأستاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي. برحب بيك مرة تانية أستاذ خالد. أهلا بيك أستاذ حنان. أهلا بيك. يعني خلينا في البداية، وحضرتك مختص في عالم رقمي، نتكلم بلغة الأرقام. دلوقتي ضخ الدولة ل1.5 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات في مبادرة حياة كريمة، إلى أي مدى ده هيعود بالنفع بشكل كبير جدا على أهالينا في الريف المصري؟ طيب يعني في البدايه اسمحي لي استاذ حنان بس ندي فكره شويه عن المبادره. المبادره طبعا كان مشروع بيتم الاعداد ليه من سنه 2019، بيتم دراسه القرى اللي هي هنشتغل عليها وان احنا ازاي ان احنا نعمل تطوير ليها، تطوير شامل، تطوير اجتماعي واقتصادي وتنموي وبيئي وكمان ثقافي. فالمبادره كانت قعدت فتره حوالي سنتين بنحدد القرى، وصلوا حوالي 4650 قريه
اللي هنشتغل عليهم، هم دول القرى التي تضمهم باذن الله المبادره. المبادره كان القرى الاكثر احتياجا. بالظبط كده، المبادره بترفع طبعا شعار ان المواطن هو ايقونه التنميه في المستدامه، وان المواطن هو فعلا المحرك الاساسي لعمليه التنميه، وبالتالي تحقيق العداله الاجتماعيه والاقتصاديه على مستوى كافه المحافظات في مصر. طبعا التقرير زي ما اشار كده بعض المحافظات، ولكن هي بتشمل كل المحافظات على مستوى مصر كلها، والقرى اللي على ربوع مصر كلها. لو اتكلمنا تحديدا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمكن القطاع ده هو القطاع القائد لعمليه التنميه اللي احنا بنتكلم عليها، التحول الاقتصادي المعرفه القائم على المعلومات والبيانات، واللي هو النهارده كل الدول النهارده بتسعى ليه بعد طبعا انطلاق الثوره الصناعيه الرابعه اللي هي قائمه على البيانات والمعلومات. فالنهارده كل الناس رايحه ناحيه الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتحسين قدراتها وتنميه مهاراتها، سواء كان شركه او حتى كفرد تنميه مهاراته الرقميه، والشركه تنميه مهاراتها وقدرتها على الانتاجيه بجوده اعلى، وكمان ان هي تسوق منتجها. وبالتالي قطاع الاتصالات هو محور عمليه التنميه في الكره دي. النهارده قطاع الاتصالات مخصص حوالي 10 مليار دولار 10 مليار جنيه لثلاث حاجات اساسيه هيعملهم ضمن مشروع حياه كريمه اللي هي تتعمل في الكره اللي احنا قلنا عليها. اول حاجه حضرتك البنيه التحتيه اللي في الكره ديت، سواء كانت موجوده او مش موجوده، في بعض الكره مش موجوده اصلا البنيه التحتيه دي، اللي بنقصد بها الكابلات الكابلات اللي هي الالياف الضوئيه او حتى الكابلات النحاسيه، هيتم احلال كل ده بكوابل الياف ضوئيه جديده باستثمارات حوالي 5.5 مليار جنيه، ان هو في المرحله الاولى للمبادره اللي هي تتم السنه دي. فالسنه دي يبقى فيه 5.5 مليار جنيه هيتم تخصيصهم لعمليه تركيب واعاده احلال البنيه التحتيه اللي هي الكوابل الالياف الضوئيه، وتحسين السنترالات اللي تابعه للشركه المصريه للاتصالات طبعا، وان هي تبقى رفع الجوده وتركيب اللي احنا بنقول عليه وحدات في يعني ذات ساعه كبيره جدا في السنترالات. دي اول محور. المحور الثاني يعني استاذ خالد، يمكن دي اللي حضرتك ذكرتها دي الخاصه بالمرحله الاولى لمبادره حياه كريمه. بالزبط. خلينا نعرف الساده المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي المرحله الثانيه من المبادره دي، بتشمل الحقيقه 1443 تجمع ريفي في تقريبا 51 مركز بنتكلم، وقد ايه اهالينا في الريف المصري هيستفيدوا، يعني هيستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن. الى اي مدى خدمات الاتصالات بتكون مهمه جدا بالنسبه لهم؟ طبعا حضرتك المناطق اللي هي او القرى تم تحديدها وفقا ان هي لا اما محرومه نهائيا من خدمات القطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء انترنت او حتى اتصالات محموله، والحاجه الثانيه اللي هو عدم وجود نقدر نقول ربط بين الكيانات الحكوميه اللي موجوده في الاماكن ديت، ان هي تقدر تقدم خدمات مفهوم الحكومه الالكترونيه والخدمات الرقميه اللي دلوقتي حوالي 60 خدمه اوريدي شغاله على منصه مصر الرقميه. فالنهارده المواطن اللي في القرى دي محروم من ان هو يعني يحصل عليها على غرار المواطن الموجود مثلا في المحافظات الرئيسيه. فالنهارده المحور الثاني لوزاره الاتصالات ان هي اتاحه الخدمات الرقميه الموجوده بالفعل على منصه مصر الرقميه للمواطن اللي هو في القرى والنجوع اللي هو تم اختيارها ديت. النهارده للاسف كتير جدا من المواطنين يعني هو عنده وسيله واحده اللي ممكن هيئه البريد، اللي هو بيقدر مكتب البريد اللي بيتعامل معاه. فالنهارده المبادره من ضمن المبادره اللي وزاره الاتصالات هتعملها ان هو تطوير حوالي 1000 مكتب بريد، ان هو يكون مكتب منمذج يعني بيتم ميكنه كل العمليات فيه، وبالتالي وان هو كمان تركيب مكنات اي تي ام، يبقى كل مكتب بريد فيه مكنه اي تي ام عشان المواطن يقدر يتعامل. النهارده بنتكلم على الشمول المالي والمعاملات الالكترونيه بشكل ممكن، كل حاجه دلوقتي بقت بالظبط كده. فده المحور الثاني. المحور الثالث اللي بنتكلم عليه اللي هو تنميه مهارات الرقميه للمواطن العادي، ان احنا نزود ثقافته باهميه تكنولوجيا المعلومات في حياته، ازاي التكنولوجيا ممكن تخلق له فرص عمل جديده، ازاي ممكن تنمي مهاراته هو الشخصيه نفسها، ازاي هو يتعامل مع التكنولوجيا بدون خوف، سواء بقى التكنولوجيا المنتاحه عن طريق الموبايل او عن طريق الكمبيوترز او عن طريق التاب. طب خليني اخد من كلام حضرتك في الجزئيه دي تحديدا، يعني بعد ما نعمل كده للمواطن في الريف المصري ونحسن جوده الاتصالات بعد ما كانت الشبكه مش قويه، وقد ايه ده ممكن ياثر بقى في الجانب النفسي للمواطن من تحسين جوده المعيشه، وان هو يحس ان هو عضو فاعل فعلا داخل المجتمع، ده هياثر عليه يعني. حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، لأن هو أحد أهم تحديات الحكومة الإلكترونية أو الخدمات الرقمية إن المواطن مش شاعر بيها. إحنا عمالين نقول له حكومة إلكترونية وعمالين نقول له خدمات رقمية، وهو يجي على أرض الواقع مش لاقي. فأنت النهارده لأول مرة بتخلي له الخدمات والحكومة الإلكترونية بتتنتقل ليه أينما كان.
هو للاسف هو عشان ساكن في قرى او كده، فهو عايش يعني زي ما قلت لك في البدايه ان هو محروم اصلا من البنيه التحتيه، ما عندوش خط تليفون اصلا. يعني ما عندوش انترنت عشان تكلمه، عمال تقول له حكومه رقميه وتحول رقمي، وهو اصلا يعني خارج الدايره دي خالص. فانت اول مره النهارده عايز تدخل 60 مليون مواطن كانوا خارج الدايره بتاعه التحول الرقمي، بتدخلهم النهارده من خلال المبادره دي بتاعتك، ان انت بتوفر لهم البنيه التحتيه اللي بناء عليها يقدر ان هو يتواصل مع التحول الرقمي اللي انت بتكلمه عليه. حضرتك اشرت نقطه مهمه لتحسين حياه المواطن، هو فعلا المقصود بالتحول الرقمي ان الخدمه الحكوميه تروح للمواطن اينما كان في الوقت اللي هو عايزه، مش ان هو يروح للحكومه لاي جهه حكوميه، لا النهارده يقدر المواطن زي ما قلنا قبل كده ان هو من خلال منصه الحكومه، منصه مصر الرقميه، ان هو يحصل على حوالي اكثر من 90 خدمه دلوقتي ان هو يقدر يحصل عليها، سواء بقى شهاده ميلاد، بطاقه رقم قومي، رخصه سياره، توثيق شهر عقاري، عمل توكيل. فالنهارده كل الحاجات دي بقت متاحه. بس 60 مليون مواطن لمسنا بعض التطوير اللي حضرتك بتتكلم فيه، فكرة الميكنة وتوفير مكاتب بريد وفروع للبنوك المختلفة، يمكن شاهدناه بالفعل ضمن مبادرة حياة كريمة في بعض القرى على أرض الواقع. لأن هو حضرتك زي ما قلنا ميزة المشروع ده زي ما تقرير أشار كده، هو مبادرة متكاملة وشاملة، مش بنتكلم على الجانب الاقتصادي بس، يعني احنا بنعمل مشروعات اقتصادية وبس، لا ده احنا بنعمل مشروعات اجتماعية، مشروعات تعليمية، مشروعات ثقافية. انا بحول الكوميونتي او المجتمع الريفي النهاردة بحوله ان هو يبقى زي المجتمع الحضري، نفس الامكانيات ونفس البنية التحتية المتاحة في المجتمع الحضري هيتاح في المجتمع الريفي. النهاردة حضرتك دي هتعمل النقل اللي احنا كنا زمان دايما بنشتكي منها، اللي هو هجرة اهالينا في الريف مثلا للقاهرة او للمدن عشان يوجد فرصة عمل. انت النهارده لا بتقول له ان انا هاجي عندك عشان اعمل لك مشروعات، وان انا اعمل لك دمج للمراه وتشجيع للمراه، وان انا اعمل لها للشباب ان انا اعمل لهم مشروعات صغيره واشجع اصحاب الافكار هناك ان هم يعملوا مشروعات صغيره، وان هم يبتدوا حياتهم العمليه كقرائد اعمال، مش مجرد موظف ما يبقاش ذهنه على طول مركز ان هو يبقى موظف، لا. فانت النهارده بتعمل له عمليه خلق بيئه متكامله عشان يشتغل ويعيش في المكان اللي هو عايش فيه، ما يضطرش ان هو يسيب مكانه ويروح لمكان. ودي طبعا هتعمل يعني فجوه، يعني هتعمل لنا اصلاح لمشكله او عبء كبير جدا كان بنعاني منه في السنين الطويله اللي فاتت، ان هو الهجره من الريف للقاهره او للمحافظات. طيب استاذ خالد، قطاع الاتصالات تحديدا ليه مزايا عديده يختلف عن اي قطاع تاني، اذا لما نطبق المزايا دي على ارض الواقع ونطبقها فين؟ بنطبقها في الريف المصري، قد ايه ده هيأثر عليهم بشكل ايجابي، وقد ايه هيرفع من قيمه الاقتصاد كمان؟ انت عارف زي ما قلت لك استاذ حنان، هو قطاع الاتصالات مستو او تكنولوجيا المعلومات طبعا قطاع مش قائم يعني راسي، لا هو قطاع افقي، قطاع خادم لبقيه القطاعات. يعني اي قطاع النهارده سواء بقى كان زراعه، صناعه، بيئه، سياحه، بيتكلم على تطوير نفسه او تحسين الخدمات اللي بيقدمها او المنتجات اللي بيقدمها، لازم يلجا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء بقى كانت حلول تكنولوجيا معلومات او ان هو بيستخدم الانترنت الاشياء او بيستخدم الكوميونيكيشن عشان يحسن الاتصال بالعملاء بتوعه. فالنهارده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع خدمي لكل القطاعات التانية. فالنهارده لما تقول ان انا بوفر البنيه التحتيه في حوالي 4600 قريه كانوا محرومين بالفعل من الخدمات دي، فانت النهارده بتعمل طفره نوعيه في نوعيه الخدمات اللي ممكن الاهالينا في القرى او في الاماكن دي يحصلوا عليها، ان هو هيبقى نفس الفاسيلتي ونفس التسهيلات اللي بيحصل عليها المواطن اللي عايش في المحافظات هيحصل عليها برضه المواطن اللي عايش في القرى والنجوع، سواء بقى كانت انترنت ثابت، انترنت محمول. النهارده بنتكلم النهارده يعني من حسن حظهم برضه المشروع ان هو النهارده هنتكلم معاهم على الجيل الرابع على طول، يعني كل الابراج المحموله وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي هو المحطات اللي هتم بنائها، ويمكن خلاص احدث حاجه على طول بالظبط كده زي ما قلت. يعني هم بيبتدوا من الليتس تكنولوجي، يمكن حظهم ان هم اتاخروا اي نعم، بس هيبتدوا من الاحدث، يعني هم هياخدوا من احدث حاجه، سواء بقى الاحدث دي كانت في شبكات الياف فايبر اوبتيك، دي معناها ان سرعات انترنت عاليه جدا، محطات جيل الرابع للمحمول معناها جودة خدمة اتصالات وكوميونيكيشن عالية جدا. يمكن بعضنا بيشتكي النهاردة في إطار الزعم، ولكن في القرى عدد هيبقى أقل بكتير من الضغط. طيب أستاذ خالد، يعني بعد بقى ما نحسن جودة الاتصالات في قرى الريف المصري، المجالات بقى اللي هتتاح أمامهم سواء المجالات العلمية المجالات الاقتصادية في تلك القرى؟ عايز اقول لك والله استاذ حنان، احنا يمكن
كجورنان يعني كعالم رقمي بنلف المحافظات في مصر من خلال بالشراكه مع الجامعات، بنحاول نعمل توعيه لشبابنا اللي في الجامعات ازاي يستفيد من صناعه تكنولوجيا المعلومات، ان هو يأهل نفسه وينمي مهاراته عشان يوجد فرصه عمل بدل ما يضطر ان هو يخرج ويبحث عن فرصه العمل ويأهل نفسه. فالنهارده غالبيه الاولاد كانت المشكله بالنسبه له ان انا ما عنديش نت، انا ما انا بروح البيت عايز نفسي اخش واخد دورات اونلاين وان انا اتعلم او ان انا اخد كورس مثلا في مجال ما انا بحبه او حاجات كده، لكن النت عندي ضعيف جدا. حتى النت كمان جوه الجامعات، مش النت كمان يعني مش في بيته مثلا، لا ده كمان النت جوه الجامعات كان ضعيف. في المحافظات الرئيسيه بكلم في المحافظات الرئيسيه، فما بالك بقى لو هو مثلا في قريه او كده عايش في قريه مثلا وبيتنقل كل يوم للجامعه. فهي النقطه اول حاجه الموضوع ان انت توفر البنيه التحتيه للانترنت تحديدا، دي حاجه مهمه جدا هتفرق في حياه كل شبابنا اللي هم عايشين في الـ في الـ في الكورة ديت وكده، ان هو بيقدر ان هو ينمي مهاراته اونلاين. انت عارف بعد كوفيد 19 النهارده غالبيه الدورات التدريبيه في مجال الاي تي تحديدا بقت اونلاين، سواء اللي بتطرحها وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات العالميه، او الدورات اللي بتطرحها مثلا وزاره الشباب برضو بالتعاون مع وزاره الاتصالات. يعني النهارده برضه في مبادره وزاره الاتصالات وزاره الشباب النهارده بيعملوها ان هو الشباب اللي موجودين في الكرة والنجوع ده يقدر يحصل على دورات تدريبيه وهو في المكان بتاعه، بس لازم طبعا يبقى معاه جهاز كمبيوتر على الاقل، او اللي هي فكره التعليم عن بعد زي ما الدوله بتتجه دلوقتي والعالم كله قدوتك يعني. عنده مهارة، المبادرتين دول مهمين جدا لاي شاب في بدعوا يعني شبابنا اللي بيبحث عن هو يبحث عن وظيفه مستقبليه في العصر اللي احنا قادمين، عصر المعرفه اللي احنا قادمين عليه، ان هو لازم يخش يشوف المبادره دي وازاي يستفيد منها. برامج تدريبيه مجانا، بيحصل على شهادات مجانا. عارف حضرتك الشهاده ممكن تكلفتها مثلا بتوصل في بعض البرامج المتخصصه حوالي 4000 دولار، فالشاب بياخدها مجانا. ففرصه بالنسبه لك النهارده ان انت تنمي مهاراتك وان انت فعلا تحسن قدراتك التكنولوجيه، النهارده بقى لشبابنا متاحه ليه اونلاين. يعني طبعا هو كان عنده مشكله الاول زي ما قلنا في البنيه التحتيه، النهارده سواء بقى انترنت محمول او انترنت باذن الله فايبر اوبتيك انترنت ارضي، هتبقى الفاسيلتي دي متاحه بالنسبه له، فبالتالي يقدر ان هو ينمي مهاراته. فدي حاجه مهمه جدا ان انت هتفرق في حياه الشباب، هتفرق في الاجيال كمان اللي جايه بالتاكيد. بالظبط كده. طيب استاذ خالد، يعني بعد تطوير قطاع الاتصالات في قرى الريف المصري، ايه اللي محتاجين نوفره اكتر في قطاع الاتصالات او الدوله تدعمه بشكل كبير علشان نعمل المستهدف من المبادره على اكمل وجه؟ انا نفسي الصراحه يعني اللي بتمناه من ان الواحد يشوفه طبعا ان احنا نلاقي رواد اعمال من المحافظات. يمكن حضرتك مفهوم رياده الاعمال في القاهره واسكندريه واخد يعني خد حقه من الاهتمام وكده، وبقى عندنا فعلا شركات النهارده قيمتها تتجاوز المليارات الجنيه المصري في 3-4 سنين، قدر ان هو يحقق لنا سكسس ستوري على مستوى مصر والعالم الحمد لله. نفسي اول سكسس ستوري ده يعني يحصل في المحافظات، اللي هي مفهوم رياده الاعمال وتشجيع الشركات الناشئه في مجال تكنولوجيا المعلومات. النهارده حضرتك ده ترند في العالم كله، ان هو يشجع الشباب اصحاب الافكار الابتكاريه ان هو ينتقل من مجرد فكره مشروع. مشروع شركة ناشئة بيجد دعم مالي سواء من جهات التابعة لوزارة الاتصالات او من صناديق الاستثمار رأس المال المخاطر الفي سي او من المستثمرين الملائكيين اللي هم بيحبوا ان هم يساهموا في مشروعات التكنولوجيا. فالنهارده فرصة كبيرة جدا للمناطق ديت اللي هي نقدر نقول بتبتدي من تحت، عارف يا استاذ حنان؟ فبالتالي عنده فرصة كبيرة جدا للنمو، لان هو بيبتدي لانك بتنشئ حاجه من البدايه فبتنشئها على اكمل وجه. بالظبط، والطلب بتاعك هيبقى عالي جدا، لان انت لما هتعمل شركه للتكنولوجيا مفيش غيرك موجود في المكان ده. بالتأكيد. فانت هيبقى عندك طلب. يعني بتمنى من شبابنا ان هو فعلا يقرا شويه عن رياده الاعمال اصحاب الافكار المبدعه والبناءه. بالتاكيد كده. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريده عالم رقمي، شرفتنا يا استاذ خالد. اهلا بيك يا استاذ حنان. اهلا بحضرتك. وبالتاكيد مشاهدينا متابعينا الكرام، الشكر أيضا موصول لحضراتكم، وده كان يومنا النهاردة معاكم في هذا الصباح وحواراتنا وفقراتنا المتنوعة مع حضراتكم. غدا بإذن الله لينا فريق عمل جديد من هذا الصباح. إلى اللقاء.